إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نجاه إلى يوم الدين. أما بعد، يتجدد اللقاء مع حضراتكم مع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه في سلسلة دروس بدأناها في شرحنا شرحا ميسرا لأسماء الله تبارك وتعالى. ورزق الذي نقف معه بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة هو اسم الله الجميل، هو اسم الله الجميل تبارك ربنا وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الجميل لغة ذو الحسن الكثير، الجميل لغة ذو الحسن الكثير، والله رب العالمين له الجمال الكامل المطلق، والله رب العالمين له الجمال الكامل المطلق. وقد ورد هذا الاسم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغلط الناس. أما عن شرح الحديث فلست بصدده. الشاهد من الحديث: إن الله جميل يحب الجمال تبارك ربنا وتعالى. وكيف يخفى على عاقل أن الله رب العالمين له الجمال الكامل المطلق، وقد رأى بعينه أن كل ما يتصف بالجمال في هذا الكون إنما هو منه. كل جمال في هذا الكون إنما هو منه، وإنما هو من صنعته تبارك الله وتعالى. فلو سألتك أيها السامع الكريم، ما هو أجمل منظر أو مظهر رأته عينك؟ فستتذكر موقف فستتذكر موقفا بعيني في مكان سافرت إليه أو كذا، جنات ومرود أو مرتفعات أو جبال أو حتى في الصحراء أو أنهار أو بحار أيا كان. فلكم توقفت العين عن مشاهد فيها قمة الجمال وهي الدنيا، وهي من مظاهر الدنيا. فما ظنك بمن صنع هذا الجمال؟ واعلم أن هذا الجمال لا يساوي مثقال ذرة فيما عندهم تبارك الله وتعالى، إنما هو جزء من ملايين الجزيئات مما خلقه الله في هذه الدنيا من جمال. فكل جمال في الكون من صنعته، فما ظنك بمن خلق هذا الجمال؟ فما ظنك بمن خلق هذا الجمال سبحان الله وتعالى؟ اعلم رحمني الله وإياك أن اسم الله الجميل ينقسم إلى أقسام. فإن الجمال إذا نسب لله فهو جمال ذات، وجمال أسماء، وجمال صفات،
وجمال أفعاله. الجمال إذا نسب لله جمال ذات وجمال أسماء وجمال صفات وجمال أفعال. أما جمال الذات فما اطلع عليه أحد، أما جمال الذات فلم يره أحد وما اطلع عليه أحد من خلقه، وبيننا وبينه حجاب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو انكشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابهم نور، إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، بيده القسط يقفضه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو انكشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. هذا ما ذكر لنا من ذات وجهه تبارك الله وتعالى. فالجمال لله رب العالمين، جمال الذات لا يتخيل ولا يتصور ولم يرى، فلا تتخيله العقول بالتصوير ولا تتوهمه القلوب بالتدبير، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حسبك أن تعلم أن أهل الجنة إذا رأوا ربهم تبارك وتعالى في دار الكرامة الجنة، فإنهم يرون أن النظر إلى وجهه الكريم أعلى وأفضل وأجمل من أي نعيم أوتوه قبله. انظر إلى ما جاء وصف العين الجنة من أشجار وثمار وأنهار وعيون وحور عين وغير ذلك. فإذا انكشف الحجاب ونظر إلى وجه ربهم رأوا أن هذا أفضل عندهم من أي نعيم. فما ظنك بجمال ذات الله تبارك الله وتعالى؟ القسم الأول جمال الذات، القسم الثاني جمال الأسماء. قال الله مادحا أسماءه، ولله الأسماء الحسنى الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإن أسماءه كلها جميلة وحسنى، ولا يشابهه فيها أحد من خلقه ولا يشاركه فيها أحد من خلقه، وهذا من وجه حسنها. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ هل تعلم من يساميه في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم جمال الصفات، فإن صفات الله كلها جميلة وكلها صفات كمال لا يعتريها النقص ولا يتطرق إليها بوجه من الأوجه. وكما أن الصفات لله رب العالمين كلها كمال، فإنها جمال. وكما أنها كلها كمال فهي جمال، لأنه لا يتطرق إليها النقص من جهة سبحانه وتعالى. فصفات الله كمال وجلال. ثم جمال أفعاله سبحانه وتعالى، فأفعاله من البر والرحمة والعدل والإحسان والكرم والجود والخلق والتدبير، قل في ذلك ما شئت. أفعال ربنا
كلها جميلة، كلها جميلة، فضل وإحسان ومن وعطاء وعفو ومغفرة وعدل. واعلم أن جمال الأفعال إذا نظرت إليه دلك على جمال الصفات، وإذا نظرت إلى جمال الصفات وعلمته دلك على جمال الذات. وهذا لو قسته في دنيانا ترى هذا، لو أنك رأيت فعلا جميلا وسألت عن فاعله فقيل لك فلان هو من فعل هذا الفعل الجميل ككرم، أعطى بكرم أو بسخاء أو كذا، فلما تعجبت من جمال فعله سألت من الفاعل؟ قالوا فلان. فبالتالي دلك حسن الفعل على حسن صفته، فستقول هذا الرجل كريم، لأنه لا يفعل هذا الفعل إلا من كان كريم. فإذا فتشت في هذه الصفة وعلمت فعلا أنه كريم، دلك هذا على جمال ذاته، على جمال في ذاته، إما جمال في الهيئة وإما جمال في أخلاقه، أنه في ذاته جميل، إن لم يكن في الهيئة فهو جميل في أخلاقه. مرة أخرى، فإن جمال الأفعال يدل على جمال الصفات، وإن جمال الصفات يدل على جمال الذات. والله رب العالمين جميل بذاته، جميل بأسمائه، جميل في صفاته، جميل في أفعاله. فإذا رأيت ما وصل إليك من بر، وقد وصل إلينا بره مضرارا، ولو أخذت تعد منذ صغرك في البر الذي وصلك من الله مدرارا لن تنتهي. عطف عليك قلب الأب وأنت صغيرة، ثم والى نعمه عليك وأنت كبير، ووصل إليك بره مدرارا سبحانه وتعالى. هذه جمال أفعاله، لا تأتي إلا من الكريم، بل الذي كمل عنده الكرم، ولا تأتي إلا من الرزاق، من الوهاب، من صاحب، من ذو الرحمة، من ذي الرحمة، من ذي الإحسان، من ذي الطبل والفضل والمن والإلعاب، من البر الرحيم سبحانه وتعالى. فدلت الأفعال الجميلة التي تراها على جميل صفاته، ثم دلتك جميل الصفات على جمال الذات، فهو بذاته جميل سبحانه وتعالى، يعطي ولا يأخذ، يطعم ولا يطعم، أكرم الأكرمين، وهو رب العالمين. فما ظنك بكمال ذاته سبحانه وتعالى؟ قال ابن القيم طيب الله ثراه، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. مرة أخرى، وهذه الأبيات تشمل ما قلناه، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، بالدلائل ترى هذا الجمال. ثم إنك إذا نزلت إلى آثار ما خلقه الله من جمال في الكون لن تنتهي،
وقد ذكر لك القرآن طرفا مما ذرأه الله من جمال في الخليقة، مما ذرأه الله من جمال في خلقه، فقال على سبيل التمثيل إلى الخصم: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. تسمع له، إذا رأيت هذه الحدائق فإنك تبتهج من حسنها ومن نضرتها ومن جمالها. فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. هذا من آثار الجمال الذي ذرأه في هذا الكون. حتى الأنعام والدواب من آثار صنعته. انظر إلى الخيل، الخيل الورق، الخيل ابن الخيل يعني المتربي، مش العربيات اللي انت شايفها تحت، لا خيل كده يكون ابن ناس كده، والصور مليئة طبعا، الخيل العربي الأصيل أو كذا أو كذا. إذا نظرت الخيل أدهم مثلا الذي هو أسود سواد قاتل، إلى الخيل الأبيض، انظر إلى هذا المظهر. وكانت العرب عند ركوبها للخيل يركبونها وعليها السرج من فضة أو ذهب أو غير ذلك. كانت هذه حده تساوي الذي يركب سيارة بمليارات في زماننا. والله ذكر هذا وقال: هو لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أطفالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. انظر إلى الجمال الذي جعله الله في وجه يوسف، هذا من آثار صنعته. حتى تعجز النسوة عن تحمل ما في وجهه من جمال. قطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر. تخيل أن يصل الجمال في وجهه إلى أن ينزه عن كونه بشر. هل رأيت هذا من قبل؟ هل رأيت هذا من قبل؟ قلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. من شدة ذهولهن قطعن أيديهن. وهذا شيء من صنعة جميل تبارك الله وتعالى. وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شبهه الأصحاب بالبدر، وكان الأصحاب يعقدون منافسة بين وجه النبي وبين البدر، فيقولون: والله لقد كان في أعيننا أجمل من البدر، وكان إذا سر كان وجهه كالبدر ليلة التمام. وجه هذا النبي وأخلاق هذا النبي وصفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم من آثار صنعاته تبارك ربنا وتعالى. فما ظنك بالجميل الذي خلق كل هذا؟ فما ظنك بجمال الذات عند ربنا تبارك الله وتعالى؟ وفي الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، ونور السماوات والأرض من نور وجهه. ليس عند ربكم ليل ولا نهار، ونور السماوات والأرض من نور وجهه. فهو سبحانه نور السماوات والأرض، كما قال عن نفسه: الله نور السماوات والأرض. ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء أشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت الأرض بنور ربها، كما قال: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. هو الجميل سبحانه وتعالى. من فوائد معرفتي هذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى: إنك إذا علمت أن الله جميل تزداد محبتك لله. وحينما أقول إذا علمت أن الله جميل بالأربعة أقسام،
بجمال الذات وجمال الصفات وبجمال الأسماء وبجمال الأفعال. فإذا علمت هذا تزداد المحبة في قلبك لربك الجليل سبحانه وتعالى. ثم الناظر في الأسماء الحسنى المتداولة بين الناس ليس فيها الجميل، ليس فيها الجميل. الأسماء المشهورة اللي أنت عارفها التي تفتتح بها المحلات، تعرفها وتفتتح بها الأفراح وإلى الله المشتكى، خلاص لما بيغنوها كل شوية في كل حتة دي تعالى الله عما يفعلون. هذه الأسماء المشهورة ليست فيها اسم الله الجميل، وقد ذكرنا هذا في أول الكلام في أول سلسلة هذه الدروس. قلنا إن هناك أسماء لله رب العالمين في الأسماء المشهورة ليست أسماء، وهناك أسماء لله رب العالمين لا يعرفها الناس وهي ثابتة في القرآن والسنة كأسماء صحيحة لله. من هذه الأسماء التي لا يعرفها الناس أو غير مشهورة عند الناس اسم الله الجميل، اسم الله الجميل، وقد نص النبي عليه فقال إن الله جميل، إن الله جميل يحب الجمال، وكيف يغفل الخلق عن اسم الله الجميل. وأن هذا يغفل عنه الذي خلق كل هذا الجمال في هذه الدنيا، كيف لا يكون هو الجميل، وكيف يغفل العقلاء عن هذا سبحانه وتعالى. من فوائد معرفة اسم الله الجميل أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على العبد، فيرى العبد الذي لا يعبد غير الله ولا يركع إلا له ولا يسجد إلا له في هيئة حسنة وفي هيئة جميلة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولما رأى النبي أبا الأحوص رث الثياب يبس دون كده مخبطة ومرقعة، قال أما عندك مال؟ قال عندي مال. قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليك وكرامته، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليك وكرامته. وقد أخبر النبي من كان له شعر فليكرمه، وكان النبي يتزين للوفود التي تأتي لتبايع على الإسلام، وكان يتزين في الأعياد صلى الله عليه وسلم. هذا كله. وقال في الحديث وإن كان هذا الحديث ضعف لا يأتين أحدكم إلى المسجد ثائر الرأس، يوم منهم يجد شعره اللحية منكوشة يخش كده ففيه نهي، فالسنة أن ترجله يعني تهذب الشعر، وكما نقول بالأحمد سرح. ولقد من الله على خلقه بلباس وزينة فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فأنزل الله الزينة نعم وسمها زينة نعم، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد ذكرنا أنهم كانوا يطوفون بالبيت عرايا، كانوا يطوفون بالبيت عرايا ظنا منهم أنهم تجردوا من الدنيا ومن كل شيء حتى من الثياب، فكانوا يطوفون بالبيت عرايا. فأنزل الله قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ما أنزل الله عليكم من زينة من ثياب. فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم هذا جمال الهيئة فضلا عن جمال القلوب وعن ما طوته الصدور، جمال الباطن. فالجمال ليس جمال الظاهر فقط، بل إن جمال الباطن أبلى وأهم وأعلى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فجمال الباطن أولى. فإذا علمت أن ربك الجميل سبحانه وتعالى فينبغي عليك أن يرى أثر نعمته عليك، وأن يكون فيك جمال ظاهر وجمال باطن. واعلم أن جمال الهيئة للناس منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم،
ومنه ما هو مباح. أما الجمال الممدوح ما كان لله وما أعان على طاعته وعلى تنفيذ أمره كما كان النبي يفعل في الوفود وفي الأعياد، فهذا تقليد لسنة النبي. هل يمكن أن يكون الجمال في الشكل يكون لله؟ نعم نعم، النبي يتزين للوفود لأنه رسول الله، وهذا انعكاس لهذا الدين، انعكاس أن تكون رجل داعي لله ولك سمت ولك هيئة ولك شكل حسن، هذا انعكاس لأثر الدين عليك. مش معنى أنك، بعض الناس يفهمون الكلام خطأ، مش معنى أنه يكون زاهد في الدنيا أو كذا أن يرى رث الهيئة ورث الثياب. أرأيت الذين كانوا يظنون أن التواضع تبطؤ في المشي وضعف ووهن، كانوا يمشي في الشارع يمشي كده زي الميت ومشي واحدة واحدة، ماله ده إلا خشوع، خشوع إيه؟ فلما رأت أم المؤمنين عائشة هذا المنظر وقالت ما بال هؤلاء؟ قالوا إنهم خشع. قالت كان عمر أخشع الناس، وكان إذا مشي أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. ففهم الخشوع خطأ، كذلك أناس يفهمون الزهد خطأ. من قال أن تظهر بهيئة رثة أو هيئة سيئة، إن هذا انعكاس لأثر الإسلام عليك، أن تكون جميلة فقد تدعو إلى الله بهذه الهيئة وهذا الجمال وهذا الشكل. نعم، لا سيما في زماننا ينبغي للناس أن يكون عندهم فقه واقع. أصبح الناس ينظرون إلى هذا في الدعاء إلى الله، حتى وإن كان هذا ليس بمقياس على العلم وليس بدليل على العلم أو عدم العلم. فكم من الزهاد وحاله في هيئة رسمة، وإنما هو من الأرض علما، هذا سابقا، وهذا في زمان كان يوقع فيه العلم، فإن تغير هذه الهيئة فلا مانع، لأن الناس كانوا يقاسون بالعلم في ذلك الزمان، في ذلك الزمان الماضي. الرجل دخل على مجلس من مجالس التابعين وجلس بجوار المحدث الذي يحدثه، دخل واحد كده شكله هدومه مقطعه، شكله كده يخوض، وجلس جنب الشيخ، دخل واحد كده شكله بشكل واحد جنب الشيخ اللي بيتكلم، وقال له حد عنده سؤال كده؟ فنظر اليه الناس، فاستشعر الشيخ الذي يحدث الناس، استشعر ثقلته، دمه تقيل رخم، يعني ايه يخش وانا قاعد فوق جنبي وتقول لي حد عنده سؤال وانا قاعد ماليش لازمه؟ فقال حدثنا عن الحجامه. مش معنى الحجامه يعني عايز اقول دمك تقيل، بس دمك عايز يتطهر يعني. فقال حدثنا عن الحجامه، فذكر الرجل تاريخ الحجامه من لدن ادم الى اللحظه التي هو جالس بجواره فيه، وفصل في أول حجام وطرق الحجامة والذي فعل كان يفعل الحجامة بكذا في العصر الفلاني وكذا 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 وكذا، ليست المسألة عندهم إلا بالعلم. فاعتقد أنه يجهل وأنه رجل داخل يتسلى يعني، فوجد أنه من أعلم القوم هكذا. فكانوا في هذا الزمان يقاسم الناس بالعلم. إذا أتيت إلى الواقع الذي نحن فيه، المظهر مهم أم مهم؟ لأن عوام الناس أصبحوا يأخذون المظاهر. خلاص؟ لو شاف الشيخ كده طالع بحاجة منفوشة كده وعم على جنبه وهدوم مبهدلة وبتاع، ممكن بعد الصلاة تلاقي واحد من اللي هم يعني من الله عليهم برزق وفير أو مال وفير يطبق إيده كده ويدي للشيخ. خده. ليه كده؟ طيب إذا فعل هذا هل يأخذ منه علم؟ تعتقد أنه لما بيقعد بيسمع له بعلم؟ قل من يفعل ذلك، يقول لك ده غلبان ما معهوش يجيب هدوم، ما معهوش يجيب. طب وده ماله من العلم؟ قد يكون عالم فعلا، ولكن أصبح من مقتضيات توصيل المعلومة في هذا الزمان المظهر والعلم.
في هذا الزمان، في هذا الزمان وضع تحتاني خط سابقا لم يكن لهذا قيمة، أما المظهر والهيئة في هذا الزمان أصبح له أهمية وأصبح له درجة في أعين عوام الناس. طلبة العلم ممكن نقول لا مهم عندها أوي، إنما عوام الناس يقتضي منك أن تكون حسن الهيئة. حينئذ هذا التزين الذي تجعله عليك إنما هو لله، لله حتى يسمع لك، حتى توصل المعلومة للناس وهم بصدر منشرح. الزمن يقتضي هذا، أصبح يقتضي أن يكون لك سمت وشكل وهيئة. فانتبه لي إذا، فجمال ممدوح في الهيئة مع ما كان لله وأعان على طاعته، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوفود، مع الوفود يعني. وجمال مذموم، جمال هيئة مذموم، وهو ما أدى بصاحبه إلى الكبر والفخر والخيلاء، وجعله يعلو على الناس، وما اعتلاه إسراف. بعض الناس كذا يحب أن ينظر إليه الناس بطرا وكبرا وخيلاء على الناس، لما يلبس حاجة جميلة كده وبتاع ويبين إن هو شكله حلو وطوله ماشي على الأرض كده وكأنه ليس على الأرض إلا هو. ويا سلام لو ركب سيارة فارهة، يحب إن الناس تبص على السيارة ويقول لك بص شوف العربية، شوف العربية، شوف المنظر، شوف. هو يحب، وهذا يورثه كبرا وبطرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الكبر فيكم أهل الخيل الفدادين أهل الوبر، والسكينة والوقار في أهل الغنم. يعني أصحاب الخيل والإبل عندهم كبر وعلو شوي، ليه؟ يركب الخيل ويمشي كده حط عليه السراج كده بمنظر كده وماشي واحدة واحدة كده، فده كان عنده علو. والتواضع والسكينة في أهل الغنم. طيب في زماننا تبدل الحال، مش خيل ولا إبل، بقت سيارات، بقى يجيب السيارة الموديل بتاع السنة مع إن السيارة اللي معاه توديه وتشيله وتجيبه وكل حاجة تمام. ليه؟ عشان يتقال معاه سيارة شكلها كذا وفيها كذا والإمكانيات كذا وكذا، مش الغرض إنها تنقله من نقطة سين لنقطة صاد، لا، من غرض إن هو أثناء ما بيتنقل من نقطة سين لنقطة صاد يتكلم كل الناس بين هاتين النقطتين على السيارة. هذا هو الغرض، وهذا مذموم أن يصل بالعدل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بينما رجل يمشي مرجل جمته مختال في مشيته، يعني مرجل جمته على رأسه مختال في مشيته تعجبه نفسه، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، لأن الله لا يحب المتجبرين. ما كان غير هذا وذاك فإنه مبالغ. يبقى عندك جمال هيئة ممدوح الذي هو لله، ممنوع في الدعوة إلى الله أو أمر به الله أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلبس الرجل الشيء امتثالا لأمر النبي الذي قال يحب أن يرى أثرا يحدث عنه، هذا ممدوح. مذموم ما فيه إسراف وكذا وكذا، وفيه لبس حرير ولبس ذهب وخيلاء وغير ذلك مما نهى عنه الشرع، هذا مذموم. ما كان لا هذا ولا ذاك فهو مباح، ما كان غير ذلك فهو مباح. هذا كله في جمال الهيئة، وإن جمال الباطن أولى أن يهتم به من جمال الظاهر. كانت هذه وقفات مع اسم الله الجميل تبارك ربنا وتعالى. وقبل أن أختم أود أن أذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام التي هي على مشارف الدخول، وهي عشر ذي الحجة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا، وذكر أن العمل الصالح فيها لا يعدله شيء، حتى قاس الأصحاب هذا على أعلى عمل يعرفونه وقالوا ولا جهاد في سبيل الله. وإذا قال الأصحاب القياس أو قاسوا بالجهاد، اعلم أنهم وصلوا إلى السقف. إذا قاسوا على الجهاد
اعلم ان الاصحاب قد وصلوا الى السقف الذي يعرفونه في الاعمال بعد الصلاه وبر الوالدين الجهاد. هذا نص كلام النبي لما سال ابن مسعود رضي الله عنه، قلت يا رسول الله اي العمل افضل في الدين؟ اي العمل قاطبه افضل؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالصحابه اذا سمعوا عن عمل السقف الذي يقيسون عليه الجهاد، قالوا ولا جهاد في سبيل الله؟ قال ولا جهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي الرواية الثانية إلا عفير عفر وجهه بالتراب، يعني خرج في سبيل الله ووقع وسقط في التراب ووجهه عفر في التراب. ماله ده؟ هذا الذي يعدل الأعمال في عشر ذي الحجة، فهذا فضل عظيم لهذه العشر وهي أيام قلائل. قد لا تمر عليك ثانية فاغتنم لعلك قصرت في رمضان، فإذا أتت العشر عوضت ما كان منك من تقصير. وهكذا ينبغي على العبد أن يعلم شرف زمانه وشرف مكانه. فهذه الأيام من أشرف الأيام من شرف الزمان، وينبغي أن تعلمها. لماذا عشر ذي الحجة؟ لاجتماع أمهات العبادة فيها ما لا يجتمع في غيرها طيلة العام. أي أيام في العام ما تجتمعش فيها العبادة زي دول؟ يعني إيه اللي أنت تعرفه في العام لو فض؟ رمضان، شهر رمضان من العشر الأواخر، هل فيها الحج؟ ليس فيها الحج. عشر ذي الحجة اجتمعت فيها أمهات العبادة من الصلاة والصيام والصدقات والحج وذكر الله، كل أمهات العبادة في هذه العشر. لذلك كانت أفضل أيام الدنيا. اجتمعت فيها أمهات العبادة بينما لا تجتمع في غيرها. وقول الجمهور أن الله لما أقسم، إن الله لما أقسم في سورة الفجر قال الفجر وليالي العشر، واختلاف المفسرين على هذا. في الفجر قالوا كل الفجر، وفريق قال فجر عرف، وفريق قال فجر لا أيا كان. ثم قال وليالي العشر، اختلفوا أيضا. الجمهور أنها عشر ذي الحجة، والله لا يقسم إلا بعظيم، ولا يقسم إلا على عظيم، والله إذا أقسم بشيء عظمه، والله يقسم بما شاء من خلقه، والإنسان لا يقسم إلا بالله، فأقسم بهذه العشر تعظيما لمكانتهم. وفريق قال إنها عشر رمضان، العشر الأواخر من رمضان، أيا كان، ولكن الجمهور على أنها هذه العشر، عشر ذي الحجة، أقسم بها لعظمها ولمكانتها، فانظر ما أنت فاعل فيها. فضلا عن أنها الأشهر الحرم، يعني معلوم أن الأشهر الحرم لوحدها كده لم يكن له فضل، ذي القعدة ذي الحجة والمحرم ورجب. فالأشهر الحرم لها ما لها من الفضل، فما ظنك بهذه العشر تخصيص في الأشهر الحرم لها ما لها من الفضل. الذكر فيها أعلى من الذكر في غيرها، النافلة فيها أعلى من النافلة في غيرها، الصلاة فيها الفريضة أعلى من الفريضة في غيرها، أي عمل صالح فيها أعلى من غيرها. ثم الصيام، صيام هذه العشر ورد عن النبي مختلف فيه، مختلف فيه، نعم مختلف. حديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عشر قط. حديث حفصة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع صيام ثلاثة أيام عشراء والعشر وثلاثة أيام بكل شهر. إذا تعارض الخبران يقدم المثبت على النافي. من الذي أثبت؟ حفص، ورواية أم سلمة، ومن التي نفت؟ عائشة رضوان الله على الجميع. ولكن عائشة كان كلامها دقيق، ما رأيت، فقد تكون ما رأت بينما حفصة رأت، قد تكون ما رأت بينما حفصة رأت. لذلك يقدم المثبت على الناس، لأن النافي قد ينفي عن عدم رؤية أو عن عدم علم، أما المثبت لا يثبت إلا بعلم. تاني، أنا ممكن تقولي فلان موجود في البلد أنا مش شايفه خرج، خلاص ممكن يكون خرج من الناحية الثانية وأنا ما شفتش،
هقول لك والله لا مش موجود لان انا شفته خرج. طب لو قابلت واحد تاني قال لك اه انا شفته داخل من البلد، تصدق مين او مين اللي يبقى عندك الذي يثبت؟ ليه؟ لان النافي على عدم علم، لان النافي على ممكن هو اللي ما شافش، هو اللي ما سمعش. اما المثبت لا يثبت الا بدليل، لا سيما في الشرع. لا يمكن ان يثبت في الشرع شيء الا بدليل. اما الذي ينفي قد يكون عن جهل منه او عن عدم رؤيه. ما رايت رسول الله. والنووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث في صحيح مسلم قال: بل ان صيام العشر مستحق جدا. بل ان صيام العشر، طبعا لما نقول صيام العشر هي تسعه مش 10، ولكن نقول صيام العشر اجمالا اجمالا. بل ان صيام العشر مستحب جدا. هذا فيما يخص شان الصيام. والله ما بقدرش والجو حار، فنعوض عوض. انا شغلي شاق وكذا 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 واليوم طويل، عوض بماذا؟ صدقات، بذكر الله. اعلى عباده في هذه الايام ذكر الله، لان العبادات التي فطرت هذه الايام من اجلها كلها ذكر، كلها ذكر. وعلى راسها عباده الحج، على راسها عباده الحج. قال الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات عند نحر الهدي. قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. كذا عبادة الحج أصلا كلها ذكر. فأفضل الأعمال ذكر الله في هذه العشر. أعلى ما نص عليه التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد في هذه العشر. وهذه العشر من بدايتها يأتي الذكر المطلق والتكبير المطلق. التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق، هذا التكبير المقيد في أدبار الصلوات. إنما التكبير المطلق يبدأ من ذي الحجة، يبدأ من ذي الحجة في هذه العشر. كبر الله واذكر وسبح واحمد ربك، فإن ذكر الله في هذه الأيام له ما له من الفضل. أكثر من النوافل، أكثر من الذكر. إن استطعت الصيام فافعل، فإن الصيام على رأس الأعمال الصالحة. والنبي تكلم باللفظ العام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فانتبه ولا تضيع ولا تعاملها كباقي الأيام. وكل أدرى بنفسه بيعمل في باقي الأيام، من الشغل للبيت للأولاد مش عارف ايه، يخرج هنا يبقى خلاص خلص اليوم، خلص اليوم. لا تجعل هذه الأيام كغيرها. المسلم يغتنم، المسلم ينتبه ينتبه. ثم ذكر نفسي وذكركم بأنه من كانت له أضحيان فلا يأخذ من شعره وأظفاره من بداية ذي الحج، فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. هذه تذكرة يسيرة في هذه الأيام، نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يكتبنا فيها من عطفائه من النار من المقبولين التائبين، وأن يعيدنا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. هو بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.